ما شاء الله عليك يا شيكار. هذا ابو جعفر، ابو جعفر اخ ابو جمجم. ابو جمجم كان معنا بالمدرسه. السلام عليكم ابو جعفر. هذا بيت بغدادي. بغدادي ايوه. ايش اللي عامل شيكار؟ ايش بغدادي؟ ارجع دفتر، قلت لك بغدادي. شو هذا علم الدولة؟ خريطة الدولة. ارجع دفتر. تحلم بغدودة، تحلم لا تتمسخر. بغدادي شنو هذا؟ سليل صرامي. ابو صرامي. شنو هذا؟ ابو صرامي. ابو صرامي. ابو صرامي. نرسم شيء ما شيء ما شيء ما شيء ما مسخر. هذه مدرسة محترمة، شنو المشكلة؟ والله أنا كنت أمزح. شكاو مولاي، كنت أمزح معه، أخذت منه الدفتر كان ضربني على وجهي. مولاي قاعد يكذب، أخذ الدفتر من دون إذني ومزق صفحة. مزق صفحة تقوم تضرب على وجهه؟ مولاي هو أعطني الدفتر. قلت لك أعطني الدفتر. انت خليفة؟ انت ترجع الكرسي برا. فليشهد العالم اليوم ولد الخليفة. ايه خليفة. عم. ابو جعفر يسلم عليك. الله يسلمك. يا ترى وين جاء ابو جمجم؟